وبعد؟ لا شيء يا رباب، أنا لا أملك سوى خرجي وسرجي، وهما هناك عند مدخل دار الإمارة ينتظراني أن أحملهما وأذهب. رافضني الزواج مني؟ رباب، لم أحملك ما لا طاقة لك به، ولن أحملك، فلا تحمليني ما لا طاقة لي به. لا يجب أن نلهث إلى ما لا نهاية، فإنه الموت. اخترنا أن نعيش حياتنا عدوا، فحق علينا أن نلهث حتى الموت، ويجب أن نلهث فعلا حتى الموت. كنت مستعدا أن ألهث حتى الموت شريطة ألا أكون وحدي. أعرف، نلهث معا يا قيس. أنت إذا لا تعرفيني. ألهث وأنت فوق كتفي، ساعتها لن أحس بالتعب لأنك لا تشعرين به، ولكننا فشلنا. إذا كنا فشلنا مرة فلا يجب أن ينتهي كل شيء إلى الفشل. هل أطمع أن تنتظر؟ إلى متى يا رباب؟ انتظرت سنوات، فلتزد سنواتك ساعة. قيس، نسيت أن أقول لك شيئا واحدا، إنني لا أقامر بحياة أبي وأمي، ولا أقامر بحياتك، ولا بحياة أخي أيضا. خالد، أنا بجوار سرجي وخرجي، أقرب وأسرع على الرحيل. تعال يا رباب، تعال يا ابنتي. وكأن لي الحق بأن أناديك أبي. وهل لابنتي البصري أب إلا موسى بن نصير؟ هل تسمح لي بأن أطلب مطلبا ربما لم يعتده الآباء من أبنائهم؟ أي مطلب حتى وإن كنا لم نعتد؟ فأنا أرحب به يا رباب، إلا شيئا واحدا، أن تطلب الرحيل يا ابنتي. لا تتمسك بعدم رحيلي، فربما أجبرتني على الرحيل بعد سماع طلبي. أهو أقسى من رحيلك يا رباب؟ أرجو أن يدعني عبد العزيز لأسمعه لأبيه. أرجوك يا عبد العزيز، رجاء الأخت لأخيها. هيا أسمعي أباك ما هو أقسى من رحيلك يا رباب. وعدتني يا أبي أن تأخذ رأيي لو أتى إليك من يخطبني، كان ذلك عند سبتة. نعم يا بنيتي، وما زلت عند وعدي. هناك من خطبني اليوم؟ من سنوات. وما زال ينتظر؟ نعم. وأتيت لتعلني لأبيك موافقتك على الزواج منه؟ نعم. وهل تجهلين رأي أبيك يا رباب؟ تنظرين إلي هكذا وكأنك تجهلين كم أشتاق إلى أن تكوني يا بنيتي. لا أظنك يا سيدي تشتاق زفافي إلى قيس. قيس؟ نعم يا سيدي، وهذا ما أتيت أطلبه، وأعرف أنه ليس من المستحب أن تطلب ابنة من أبيها مثلما أطلب. خطبك قيس منذ سنوات؟ من يوم أن خرج ليثأر لأبي وأمي. نعم، كان علي أن أعقلها من يومها. أرجو أن أعرف رأيك يا سيدي. تعرفين رأيي في مطلبك أم في انتقامك؟ انتقامي؟ لما يا أمير المسلمين؟ لما تسميه انتقاما؟ ماذا تسمينه إذن؟ أقول لك اطلبي ما يعوضك عن إهانتك،
فتأتي إلي منتقمة كعادتك. أليس هذا انتقاما يا رباب؟ بل وفاء، وفاء يا سيدي. إن كان وفاء لكنا أولى به. لم أعدكم لأفي يا أمير المسلمين. وهل وعدته بالزواج يا بنيتي؟ يشهد الله أنني لم أحاول أن أعد غيره كل هذه السنوات يا رباب. هذه السنوات قضاها قيس في السجن، كابد فيها العذاب والهوان، وما زال يكابد إلى لحظة هذه. أعد متاعه وهو الآن يستعد للرحيل بعد أن عجز عن مفاتحتك. لما؟ قال كلمة واحدة، لا يريد أن يصل إلى هذه الدرجة من القسوة. أجل، هذه الدرجة التي وصلت إليها الآن يا بنيتي. بل القسوة أن أضيع ما بقي منه وأضيع عهدي. أتحبينه يا رباب؟ لا متسع في هذا الزمن لما قلت يا أبي. علينا أن نطأ كل ما نهوى حتى نصل إلى غايات لا تتحقق أبدا. أظنك الآن ستأمر لنا بالرحيل. لن ترحلي، بل يجب ألا ترحلي. لا أظنك تجبرني على البقاء. لا. نعم، سأجبرك على البقاء لسبب واحد يا رباب، لتنفيذ أمر من أمور الله يا ابنة البصري. أي أمر؟ إن لم يكن بإرادتك فرغم أنفك ورغم أنف الأمير ستتزوجينه يا بنيتي. عبد العزيز، ماذا حدث يا ولدي؟ لا شيء، لا شيء يا أبي. ولدي، ولدي، ولدي عبد العزيز، ما بك، ما بك يا ولدي؟ احمل معي يا رجل لنضعه على الفراش. أريح ولو مرة واحدة يا أبا عبد الرحمن، مرة واحدة طوال حياته. هل أنت متعب يا موسى الأصغر؟ هل هو متعب؟ ماذا بقي لتدري أنه متعب يا رجل؟ لا، لست متعب يا أبي. إذا كنت متعبا فاستمع لأبيك يا ولدي. أبقي ما يسمعه؟ اصمتي يا أم عبد الله. أنا منصت لأبي فليسمعني. سأقول لك حكاية يا ولدي. ما بقيت جراحاتنا ما يطيبها إلا الحكايات. لن يداوي جراحنا هذه إلا الحكايات يا أم عبد الله. لن يداويها إلا ما يمكث بداخلنا. أما الزبد فيذهب جفاء. أفهمت يا موسى الأصغر؟ ماذا تريد أن تقول يا أبي؟ كنت في دمشق يا ولدي. تعرف جدك؟ تذكره؟ كان رئيس حرس الأمير معاوية. طيبتني أمي. جدتك لم ترها أنت يا عبد العزيز. ضمختني بأطيب الطيب. كان يوم عرسي، خطبتي لفتاة كنت وإياها قد تواعدنا على الزواج. كانت فتاتي مثل فتاتك في كل شيء. كانت صورة منها.
سأقول لك في النهاية من كانت فتاتي تلك. إياك أن تصر يا ولدي على معرفتها أمام أمك. أنا لا أكرهك يا أبي لو أفكر في هذا. وماذا بعد يا أبي؟ انتظرت أبي طويلا يومها يا ولدي لنذهب إلى دار عروسي ليخطبها لي. أتعرف ماذا حدث يومها؟ خالف جدك معاوية وزج به في السجن. ذهبت إلى أبي السجين بملابس عرسي ورائحة زهري وعطوري. لا تعرف كم تألم أبي يومها. لو نظرت إلى وجه أبيك الآن يا ولدي وأحسست هذا الألم الذي ينوء به وجهه لأدركت كم كان جدك يتألم. أبي انتظر لتسمع حكاية أبيك يا بني لتدرك كم تألم أبوه. هل تعرف ماذا قال لي أبي يومها؟ طيبي ولدك بيدك يا أم عبد الله، فما زال أبوه يطيبه بقلبه. أطيبه بقلبي ويدي يا أبا عبد الرحمن. ماذا قال لك أبوك يا أبي؟ قال لي إنه كان يأمل أن يحملني على كتفه ليذهب بي إلى دار فتاتي ثم يعود حاملا عروسي على كتف وأنا على الكتف الآخر حتى أجنبك عثرات الطريق يا عبد العزيز. أجنبك عثرات الطريق يا ولدي. أبي ثم اعتذر. أجل اعتذر لولده لأنه لا يستطيع أن يخالف ربه ودينه. لم أزد أن قلت والله يا أبي ما دمت قد أرضيت الله فقد رضيت. والله يا أبي ما دمت قد أرضيت الله فقد رضيت. قال جدك بعدها أرضيت الله ورضي ولدي وغضب الأمير. فوالله ما خسرت. تريد أن تعرف عروس أبيك التي لم يكتب له أن تكون أم ولده. ولن أقول لأم. هل تعرف لماذا قلت لك إنها كانت تشبه ربابة تماما؟ لأنها أمها يا عبد العزيز. هل فهمت الآن أيضا لما أسميك موسى الأصغر؟ كنت أظن الأمير موسى يأتي معكم اليوم إلى سبتة. سيأتي ربما في الغد أو ما بعده أيها الحاكم. إلى من عهد بتجهيز العبور؟ إليك أم إلى القائد طارق؟ يشرف القائد طارق علي في جملة ما يشرف. لا شك أن الأمير موسى سيقود العبور بنفسه، أليس كذلك؟ حينما يصل الأمير سنعرف ما أمره به الخليفة قائدنا الأعلى. أرجو أن يوافق قائدكم الأعلى على إزالة ذلك الطاغية وإعادة أسبانيا إلى أصحابها الشرعيين. لا شك أننا سنساعدكم ما دمتم تطلبون المساعدة.
أنتم فعلا بحاجة إلى من يساعدكم، ولن يرفض الخليفة. تأكد أنه لن يرفض. رسول أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك. ليدخل. السلام على أمير الطيران. وعليك السلام. أقبل يا رجل، فلا وقت إلا لما في رسالتك. الخليفة يقرئك السلام ويقول لابد من عبور الزقاق بالسرايا أولا، ثم عبرناها بالسرايا كأمر الخليفة، وعلى بركة الله سنعبر الزقاق إلى الأندلس زحفا بالحق وزهقا للباطل، ونشرا للكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر. العرب يعبرون إلى الأندلس؟ نعم. بمراكبنا؟ نعم. لما؟ لما ماذا؟ لما نساعد العرب على الاستيلاء على بلادنا. لن يستولوا على بلادنا، بل يطيحون بالطاغية رودريجو ويعودون. يعودون؟ لا مطمح لهم إلا الهدايا والغنائم. لن يخرجوا منها أيها الكونت خوليان. ماذا تفعل أيها القائد أركاد؟ أنا لم أفعل بعد، بل أقول. لا أملك الآن إلا أن أقول. تقول ماذا؟ أقول لا تساعد العرب على الإطاحة بنا واحتلال بلادنا. قلت لن يطيحوا بنا ولن يحتلوا بلادنا، فقط يزيحون الطاغية رودريجو عن عرشه. ولما يزيحون رودريجو؟ أليس بإمبراطور إسبانيا؟ بل مغتصب عرش إسبانيا. لا خير لنا أن يغتصب عرشنا واحد منا من أن يغتصبه العرب. قلت لن يغتصب العرب شيئا. سيعودون بالغنائم. أي غنائم اكتفوا بها من بلادنا هذه وعادوا؟ هؤلاء العرب أصحاب دين جديد لا يعنيهم إلا نشر دينهم أيها الحاكم، ويستميتون في الدفاع عنه ونشره. حيرتني معك، تدافع عن العرب وتدخل السجن في سبيل الدفاع عنهم، والآن تريد أن تدخل السجن في سبيل الهجوم عليهم ومعاداتهم. أنا دخلت السجن لأنني أردت أن نسالمهم ما داموا لا يكرهوننا على شيء، أما أن أتآمر معهم على إسقاط إمبراطوري وديني فلا أرفض أن أستسلم أيها الحاكم. تعني أنني أستسلم للعرب بفعلتي هذه؟ أنت هكذا تقضي على إسبانيا؟ لما؟ وماذا فعل رودريجو؟ أجبني، أريد إجابة واحدة لسؤال واحد. ما سبب كل هذه الكراهية المفاجئة للإمبراطور وهذا الحب المفاجئ للعرب؟ أيها القائد أركاد، لا تقل سبتة، فسبتة كانت بعيدا عن أيديهم، ويمكنها أن تظل بعيدا عن أيديهم ما بقيت إسبانيا. أنت هكذا إنما تقضي على إسبانيا وسبتة معا يا سيد الحاكم. ابقى إذن في السجن حتى يعود العرب، حينئذ ترى هل أضيع إسبانيا أم لا أضيعها. ما رأيك؟ أريد إجابة على سؤالي، بعدها تسمع رأيي. ماذا فعل رودريجو؟ كفى، لا تكثر من السؤال. أنا أعرف منك برودريجو. لا أريد أن أزج بك في السجن مرة أخرى لسبب أنت لا تفهمه في كلا المرتين. افهم أولا، هل تحب العرب أم تحب إسبانيا؟ فكر جيدا في هذا، وعندما أعود أريد أن أسمع إجابتك.
لن أفكر فيما أقوله أيها الكونت، بل فيما أفعله، وسترى. ماذا تظن أنه فاعل يا أبي؟ لا أستبعد بعد أن سمعت منه ما سمعت أن يفعل أي شيء. كوني إلى جواره دائما وحاولي أن ترديه إلى صوابه، ولا يتطرق حديثكما إلى فلوراندا. تأكد من هذا يا أبي. لست أريد أن أزج به في السجن مرة أخرى من أجلك يا جرازيلا، ولست أريد أيضا أن يفسد علينا كل ما دبرناه بعد أن أصبحنا تحت ساق عرش الطاغية. اذهبي إليه، وسأرسل هذه الرسالة مع من يحملها إلى ألموندو ليبدأ هجومه حتى يشغل رودريجو عن العبور. تعال أيها السجان. سمعا وطاعة يا سيدي الكونت. أين زورقك؟ على الشاطئ في انتظار إشارتكم يا سيدي الكونت. هذه الرسالة تضعها تحت جلدك حتى تصل إلى كوخ الكاهنة. هناك ستجد رجلا يقول لك الموندو 3 مرات. بعد الثالثة تسلم الرسالة له، فهمت؟ كم مرة يقول لك الموندو؟ 3 مرات يا سيدي الكونت. اذهب وعد على الفور. سمعا وطاعة يا سيدي الكونت. ما له والإمبراطور؟ بل ما لك أنت والإمبراطور، سواء أطاح به العرب أو أطاح بهم. أتعلمين ما معنى أن يطيح العرب بالإمبراطور يا جرازيلا؟ أركات حبيبي، لا تجعل مسألة لا تعنينا في كثير أو قليل تفسد علينا حياتنا. تخشين أن أسجن يا جرازيلا ويحرم عليك الكونت الاقتراب من باب سجني، ثم بعدها بعد أن يكون كل منا قد ناسي ملامح الآخر يأمر لك برؤيتي ويأمرك أيضا بالاعتذار؟ هذه المرة لن أقبل اعتذارا. تنوى أن تزج بنفسك في السجن إذن؟ لا يمكن أن تكون بهذه القسوة. أركيد، فلتكن لي فقط. لا يمكن أن تباع إسبانيا بامرأة. تباع بامرأة؟ نعم يا جرازيلا، ثمن بخس، حتى ولو كان الثمن هو نساء الدنيا كلها. أية امرأة تقصد؟ فلتغضبي لوطنك مثلما غضبت لأنوثتك هكذا. إسبانيا ليست وطني يا أركاد. ولكنها وطني أنا، وحق علي ألا أبدلها بنساء الأرض جميعا. أنتم من دولة الروم، عجزت بيزنطة عن حمايتكم، فلجأتم إلى طليطلة، إلى إسبانيا لتحميكم. قامت بحمايتكم من هؤلاء المسلمين ما يقرب من 60 عاما، وها أنتم تردون لإسبانيا جزاء ما فعلت، وكأنما كانت تحميكم وتدافع عنكم لتغدروا بها. لم تعد إسبانيا هي إسبانيا التي تحمينا يا أركاد، بل أصبحت تلعق دماء من يقربها. كيف؟ لا تسألني كيف، لأنني لن أجيبك ما دمت تصر على عنادك. أولى بك أن تقبل يد الكونت، لأنه يحاول أن يغير وجه إسبانيا الخبيث. لو عبر العرب إلى الأندلس لن نجد يدا نلثمها إلا يدهم يا جرازيلا، ولن أنتظر حتى أفعلها. قائد جند المسلمين. كيف حال جند المسلمين يا ابن زياد؟ كما يشتهي الأمير. أشتهي أن أراهم في كامل عدتهم يستعدون لعبور المضيق. هم كذلك يا سيدي. ها هم هنا. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله. كم عدد جند المسلمين هنا؟ عددت 12,000 من الفرسان والرجالة يا سيدي. هيا بنا.
ليعبر منهم 7000 فقط على مراكب الكونت. 7000 فقط يا سيدي؟ أمرت بإعدادي 12000. أمر الآن بأن يعبر منهم 7000 فقط على مراكب الكونت. سمع وطاعة يا سيدي. هيا يا طريف طارق، لا تجعل حاكم سبته يدري بما سمعت. سمع وطاعة يا سيدي. بك شوق إلى أسلاب الأندلس كما قلت يا مغيث. سيدي أمير أفريقيا. نعم. يقولون إنها بلاد أشبه ببلاد الأساطير. شيء لا يوصف. سمعت ذلك منك يا رسول الخليفة، وبك شوق لامتلاك بعض خيرات بلاد الأساطير هذه. إلا إذا رفض سيدي أمير أفريقيا، مع أني مبعوث الخليفة لحضور دخولكم الأندلس هذه. ليس لأنك مبعوث الخليفة فقط، وإنما لنستغل شوقك هذا للغنائم يا مغيث. أنا أشتاق مشاركتكم يا مولاي. خسرت إذن لو شاركتنا. ما خسر من شارك الأمير؟ سترى. ما أتيت إلا لأرى. كن معهم إذن ولتشرف على ركوب الجند. سمعا وطاعة يا مولاي. سيدي، فما أنا إلا أعرف أيها السجان، مأمور بمراقبتي، أليس كذلك؟ هو كذلك يا سيدي. من يوم أن عدت بعد تسليم الرسالة. هو ذاك يا سيدي. أعرف أنه كذلك. نكلف بمراقبة بعضنا البعض فقط، ونغلق أعيننا عما يدور. لم أمر بفتح عيني إلا لمراقبتك يا سيدي. وستظل طول عمرك تنفذ ما تؤمر به، لم تأمر نفسك مرة واحدة. اعتدت أن أطيع أوامر سادتي. كن سيد نفسك ولو مرة واحدة فقط. سل فيها نفسك، أقدر عليك أن تعيش معصوب العينين إلى الأبد؟ أكتب عليك ألا تستعمل إلا أذنيك تسمع فتطيع؟ لا مهنة لي إلا أن أسمع، ولا عمل لك إلا أن تطيع، حتى ولو كانت طاعتك هذه مخالفة للرب وللوطن. ليس في طاعتي لولي نعمتي مخالفة للرب ولا للوطن يا سيدي. حتى لو عرفت أن ولي النعمة هذا مخالف لربه خائن لوطنه؟ هذا حديث أكبر من أن أخوض فيه يا سيدي. ربما كنت صغيرا على الخوض في حديث كهذا، ولكنك لست صغيرا لتعرف أنك خالفت ربك وغدرت بوطنك. هل تعرف ما بالرسالة التي حملتها إلى الشاطئ الآخر؟ ما لي بمعرفة ما بها؟ أقول لك ما بها. كيف سلمت الرسالة؟ قال لي رجل هناك المنذ 3 مرات، فسلمتها له كأمر سيدي الحاكم. أما فكرت في هذه المراكب على الشاطئ؟ لا أعرف إلا أن المراكب تحمل الناس إلى هناك. تحمل العرب أيها السجان، أتفهم؟ عصى الحاكم ربه وخان وطنه وساعد على احتلال العرب لبلدك،
وقد شاركته في فعلته هذه. نعم شاركته الخيانة. ألا زلت مصرا على أن تتعامل بأذنيك فقط؟ ماذا تريد مني يا سيدي؟ أن تتخلى لحظة عن طاعتك العمياء، فالرب أولى بالطاعة والوطن أولى بأن تعمل من أجله. أنا عصيت الرب وخنت الوطن؟ أنا؟ كيف وأنا لم أعصي أمرا طوال حياتي؟ يجب أن يكون كل ما تفعله من أجل الرب باختيارك، عليك أن تقرره بنفسك. أي فعل ترى أن أفعله؟ عليك أن تقرر أنت بنفسك. فقط تذكر شيئا واحدا، أنني قائد هذا الحصن، ولا أجد في طاعتي للرب مخالفة بالحاكم ما دام قد عصى ربه. أظنك لست بحاجة إلى دليل أكثر من أن تنظر إلى مراكبنا المكدسة بالعرق. تذكر أيضا أنه إذا لم نسرع ونخبر جيشنا هناك على الشاطئ الآخر نكون قد عصينا الرب، ولا ينفعنا الندم إلى يوم الدينونة. يوم الدينونة؟ سمعت ابن رباح؟ أرأيت ابن رباح؟ أرأيت ما فعل بي موسى بن نصير؟ يعبر إلى الأندلس بدوني، دون علمي. والله لا أعبرن لها يا ابن نصير، والله لا أعبرن لها ولو سباحة، ولا أبنين المساجد، ولا أشكونك لخالقك. وسترى يا ابن نصير، هيا أيها الحمار أعبر بما بقي من الطريق. جند الله يدعون قائدهم، فبسم الله والله أكبر. أي مكان أعددت لي يا ابن زياد؟ على أول مركب يا سيدي، مع أول جماعة من المسلمين. فلتكن على أول مركب مع أول جماعة من المسلمين يا ابن زياد. هل سأشارككم عبور الأندلس؟ بل تشارك جندك. أشارك جندي؟ ومعك طريف ومغيث وحاكم سبتة. وأنت يا أميرنا؟ تركت القيادة لطارق بن زياد. قيادة المسلمين ودخولهم الأندلس وإزاحة إمبراطورهم الغادر، وما أظنها بمستعصية عليك يا ابن زياد. وإن استعصت عليك فما عليك إلا أن تسارع بدعوة أميرك ليخف عابرا إليك. حسبناك داخلا معنا الأندلس يا أمير المسلمين.
عندما يحتاجني دخولها سأدخلها بإذن الله. فلتطمئن يا حاكم سبتة، فابن زياد قادر بأن يطيح بإمبراطورين معا من فوق عرشهما. أتعني يا سيدي أنك ستلحق بنا مع دفعات قادمة؟ لصغرك أم لعجز فيك يا ابن زياد؟ أتذكر يوم قلت لك وكنا وقوفا على شاطئ المضيق، ربما سمي هذا المضيق باسم عربي؟ أذكر يا أمير. هل ترى ما يمنع من أن يسمى باسمك يا طارق؟ باسمي؟ نعم، بدلا من مضيق جبل كالبي ليكن مضيق جبل طارق بن زياد. مضيق جبل طارق. أعددت الزورق يا سيدي. أستطيع أن أعبر إلى الشاطئ الآخر لساعتي وأنبه جيوش إسبانيا لما يحدث، أليس كذلك؟ بل نعبر سويا يا سيدي. أتعبر معي؟ إنها أول مرة في حياتي أأتمر فيها بأمر نفسي، وستكون أول مرة أعصي فيها أمرا لو منعتني. هل تأمرني بأن أبقى هنا يا سيدي؟ لما؟ هيا هيا، لم يبق لنا ما نحرص عليه هنا، هيا. انتظر يا سيدي. ماذا؟ لا نستطيع الخروج من باب هذا الحصن وإلا هلكنا. أين نصل الشاطئ إذا؟ عليك أن تتبعني. جاء دورك لنتبعك، تقدم. طريف يا طريف. لبيك يا أمير المسلمين. بعد أن تعبر آخر دفعة من جيش المسلمين وبعد تطهير المنطقة هناك وتأمينها عد. أعود؟ ألن أقاتل مع القائد طارق؟ تقاتل بعد أن يكتمل الجيش. الآن تعبر الآلاف السبعة، وبعدها تعبر بالآلاف الخمسة التي استبقيناها، ليصبح عدد جيش المسلمين 12,000. نقل 5,000 يستغرق وقتا طويلا يا أمير المسلمين. سيعبر بها طريف دفعة واحدة. دفعة واحدة؟ مراكب الأربعة لا تتحمل أن... أعرف أن مراكبك الأربعة لا تستطيع أن تنقل إلا أقل من 1,000، ولهذا أعددت العدة لنقل رجالنا على مراكب عربية أيها الكونت. سيدي الأمير، تعهدت أن أحملكم إلى الشاطئ الآخر وأن أرجع بكم وبالغنائم. لا نريد أن نثقل عليك بأكثر مما أثقلنا يا كونت. لا تقلق أيها الحاكم، لقد تعهدنا بإزاحة إمبراطوركم الغادر وسنفي بعهدنا إن شاء الله. وتعهدنا أيضا على ألا يتعدى الأمر إزاحة الإمبراطور أيها الأمير، وإعادة أولاد الإمبراطور السابق إلى عرش أبيهم، أليس كذلك؟ أعتقد أنه كذلك. ونحن عند اعتقادك أيها الحاكم. نحن لا نفكر في اغتصاب بلادكم أبدا، وإلا ما كنت عهدت إلى أحد رجالي بالعبور. هيا وليوفقنا الله إلى ما فيه الخير والرشاد. انطلق أنت يا طريف. يا ابن نصير، يا ابن نصير، يا ابن نصير، انظر يا ابن نصير، انظر، ها أنا ذا أشكوك لخالقك أمام ناظريك وعلى مرأى ومسمع منك. دعني يا ابن رباح، دعني، فقد حلفت لأشكونه لخالقي. اللهم أنت تعلم أن عبدك موسى بن نصير البكري هذا قد وعدني أن أعبر معه إلى الأندلس لأبني مساجدها، ثم بعدها نعبر إلى بلاد الغال، ثم إلى روما، ثم إلى قسطنطينية، حتى نصل إلى دمشق. ولكنه فعلها من وراء ظهري، فعلها من وراء ظهري. اللهم إني أفوضك في القصاص لي منه.
اللهم إني أفوض أمري إليك. والله والله لا أعبرن لها ولو سباحة يا ابن نصير، والله لا أعبرن لحلم علمتنا أن نحلمه في يقظتنا قبل نومنا. أنسيت يا أبا عبد الرحمن، أنسيت كيف رويت الحلم في داخلي قطرة قطرة حتى نما واشتد عوده وصار حقيقة؟ أبعدها تخدعني يا رجل، تخدع أبا راشد في يوم أن يحين القطاف؟ في يوم أن يحين القطاف يا أبا راشد تأتي لتضيع كل شيء؟ أضيع؟ نعم، كل ما حاولت أن أخفيه طوال هذه الشهور على حاكم سبتة تأتي أنت الآن لتظهره، وكأنك تريد لهذا الحاكم أن يحلم معك. يحلم معي؟ ماذا تعني؟ هل تعتقد يا رجل أن حاكم سبتة يساعدنا في العبور إلى الأندلس لنبني مساجدها ونذهب عن طريقها إلى دمشق، أم لغرض في نفس يعقوب؟ كيف أقنعه الآن أنني ما عبرت إلا لمساعدته؟ بل كيف أقنعه أصلا أننا عائدون عن بلادهم؟ ثكلتك أمك يا حنش، ثكلتك أمك يا حنش. يا حاكم سبتة، لبيك يا أمير المسلمين. هل ازداد قلقك لما سمعت من هذا الرجل؟ أرجو ألا يكون ما يقول هو ما تعتزمون تنفيذه يا أمير المسلمين. كلمة حق أقولها لك أيها الحاكم، نحن لا نكره أحدا على الدخول في ديننا، ولكننا أيضا لن نسكت إذا ما حاول أحد منعنا من نشره، أفهمت؟ ماذا عرفت يا أبي؟ لن يخرجوا منها يا جرازيلا، لن يخرجوا من الأندلس كما قال أركاد. لم يدخلوها بعد يا أبي. ماذا تقصدين؟ أقصد أن نمنعهم من دخولها ونكفي أنفسنا مشقة الدخول والخروج في آن واحد. إنهم يمتطون الآن ظهري يا جرازيلا، هل تفهمين؟ محملين في مراكبي، وأنا الذي عملت على عبورهم إلى هناك على ظهري، فلو حاولت الإطاحة بهم الآن لأطحت بنفسي أيضا. يمكنك خداع هذا العربي العجوز كما خدعك. كيف؟ فلتخبر الإمبراطور بخبر عبور المسلمين إليه. رودريجو؟ نعم رودريجو. لأثبت عرشه؟ لأخلصه من العرب؟ بل تخلصنا من هذا الإمبراطور ومن العرب في آن واحد. كيف؟ يقابلان بعضهم على الشاطئ، ولا أشك أن النصر سيكون حليف الإمبراطور. نعم نعم، ثم ينقض ألموندو بجيشه على الإمبراطور فيقضي عليه. عظيم عظيم يا جرازيلا، أليس كذلك؟ لا تغيب عن فطنة أبي أمور كهذه. ولكن إذا انتصر المسلمون على الإمبراطور فهل يستطيع ألموندو أن يقضي عليهم؟ إسبانيا كلها ستقضي عليهم يا أبي، لن تسمح إسبانيا بأن يحتلها العرب، فلتبدأ من فورك ولترسل للإمبراطور من يخبره بعبور المسلمين قبلهم. لا أرى رسولا إلا أركاد. أركاد؟ ومن غيره يرحب بأن يردنا إلى صوابنا في كل مرة؟ أيها السجان، أيها السجان، أيها السجان، أيها السجان، أيها القائد أركاد، أيها القائد أركاد. أين زوجك وحارسه يا جرازيلا؟
ليس أخو الحرب إلا من اكتحل بالسهر وأحسن النظر وخاض الغمر. أقسم ألا تخوض غمار بحرنا هذا بجيشك إلا مرة واحدة أيها العجوز، مرة واحدة ولن تعود بعدها. أسرع يا سجان. ويبلغ النفس عذرها في غير عنف يقاسيه، متوكلا في حزمه، جازما في عزمه، مستزيدا في علمه، مستشيرا لأهل الرأي في إحكام رأيه، محنكا بتجاربه، ليس بالمتجابن اقتحاما ولا بالمتخاذل إحجاما. إن ظفر لم يزده الظفر إلا حذرا، وإنك أظهر جلادة وصبرا، راجيا من الله حسن العاقبة، مذكرا بها المؤمنين، ورجاهم إياها قول الله تعالى: إن العاقبة للمتقين. ليس لنا إلا المسلمون الآن يا جرازيلا. المسلمون؟ نعم المسلمون. من غير المسلمين يستطيع أن يحمينا الآن من الإمبراطور وجيوشه؟ الإمبراطور الذي أعددت العدة للإطاحة به، فإذا بزوجك يطيح بي فيعترف له بخيانتي. أتعتقد أنه فر ليخبر الإمبراطور؟ لما فر إذن؟ إن لم يكن ليخبر الإمبراطور ويفسد كل شيء. كل منا يفسد ما يصلحه الآخر، وكأننا جميعا نعمل على تسليم الأندلس إلى المسلمين، كلنا يساعدهم على دخولها. اللهم قرب لنا شاطئها ويسر لنا اعتلاءها وذلل لنا صعابها، فإنا في سبيلك خرجنا، ولنشر دينك نفرنا، ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله جاهدنا. أعاننا الله على أن نحفره في جبين التاريخ يا طارق. في العام 92 من الهجرة، في شهر رجب الموافق لعام 711 ميلادية، عبر جنود المسلمين إلى شاطئ الأندلس. اللهم اكتبها في جبين التاريخ بفضلك يا رب. يا رب يا رب. يا
السجان لا يقتني ما تفعل. اوثق بجوارك يا الشاطر يا سيد القوم. دائما توثق وكانك لا تريد ان تنسى حرفتك ابدا. هيا هيا سمع حاجتنا الى الزورق بعد الان. نحن بحاجة الى جيود. هيا اسمع. اي جياد تطلبان؟ ايتها العجوز، نحن في مهمة لا تتحمل جدلك هذا. دلينا على جوادين اسرعي. ايها الرجل، انا لا اعمل في حظيرة، بل انا في كوخ لا يطبق ولو على ارنب. ارنب، انقشعي ايتها العجوز. هيا هيا فقد اقتربوا من الشاطئ. انقشع ايها الاحمق، بل تنقشع ظلال دولتكم هنا في القريب. لقد حان وقت قطافها، حان وقت قطافها. فيها كما قال زوجي، أزفت ساعتها أيها الحمقى. هم وصفهم زوجي، ومن أتى بهم الكون. الله أكبر.